وصل صوتك. سعداء باستقبال السيد حمل هميمي ناطق رسمي باسم الجبهة الشعبية. مرحبا بك حمل هميمي. أهلا وسهلا. نذكركم اللي النقاش الأول صار على الخبر اللي هبطه استقالة تقديم استقالته إلى رئيس الحكومة السيد لطفي زيتون. تلقاوه على موقعنا على الانترنت mosaikfm.net نسخة ثانية بالعربي وبالسوري. أنت كيفاش تعتبر حمل هميمي الاستقالة هذه؟ معناتها شنو تعتبرها؟ تدل على شنو حسب رأيك؟ معناتها فما شكون قال استقالة تسبق الإقالة، فما شكون دليل الصراعات الكبيره داخل الحركه، معناتها اللي اليوم باش تجتمع يظل باش تقرر بخصوص تحويل وزيري، كيفاش تراها؟ اعتقد انه ديما كذا ثم ازمه لابد وان الازمات تثير صراعات وتخلق مشاكل في وسط الحزب، معناها الحاكم او داخل حتى الائتلاف الحاكم. وطبيعي جدا انه بعد توا عام واش من قيام الحكومه نتاع سي حمادي الجبالي، واللي هي ما تقدمتش في حل المشاكل نتاع البلاد سواء كان منها السياسية أو الاقتصادية أو منها الاجتماعية، طبيعي جدا وأن تنعكس هذه، مش تنعكس على الشعب التونسي فقط معناها سلبا وعلى البلاد سلبا، إنما زاد تنعكس حتى في داخل الائتلاف الحاكم من ناحية المحاسبة، من ناحية المحاسبات ومن ناحية تحميل المسؤوليات. وهذا يعتبر أنه جزء من الأزمة الحاليه اللي عايشتها حركه النهضه واللي عايشتها ترويكا. قال سيد لطفي زيتون تحول يعني التحوير الى عمليه محاصه حزبيه لا تعتمد على اي معقوليه سوى تقليص وجود النهضه لصالح احزاب اخرى. توافقوا في المبدا هذا؟ الشطر الاول صحيح، الشطر الثاني مانيش موافق عليه. الشطر الاول شو معناها صحيح؟ انه التحوير الوزاري كل حزب مش ياخذ، وهذا قلناه من الاول ملي تعملت الحكومه هذه، ومن اللي صار التوزيع نتاع المسؤوليات نتاع الرئاسات من هالثلاثة، قلنا يا التوانسة راهو الأمور مفروض ما تتمش بالطريقة هذه، راهو الحكم ديما أولا وقبل كل شيء يتناقش فيه البرنامج، أش مش نعملوا للبلاد هذه، أش مش نعملوا للشعب هذا، وبعد نشوفوا كل مهمة شكون الشخص المناسب لها. الشيء اللي صار من البداية هو لا هات نتقاسموا الكراسي وبعد يعمل ربي الليل فيما تبقى من في الواحد. وبالتالي صارت هالمحاصة الحزبية هذه اللي نتج عليها أن هالبلاد الحكومة ما عندهاش برنامج لتحقيق الأهداف بتاع الثورة، بل بالعكس نجم نقولوا الشيء قاعد تمارس فيه هو ضد زيد عمق المشاكل منها نتاع تونس عما كانت عليه حتى قبل منها 14 منها جانفي، وضخمت الحكومة حتى العدد نتاع الحكومة، وشكون مش راضي وشكون فهمتي منها ما راضيش. ونشوفوا اليوم وقت صاير النقاش من جديد على التحوير الوزاري، علاش هو توا 6 ولا 7 اشهر والناس قاعده تناقش الحكومه تناقش على التحوير الوزاري؟ لان دائما وابدا ما يمشوش للمشكله الاساسيه اللي هو البرنامج. البلاد هذه باش نخرجوا بها من الوضع اللي هي فيه، اش لازمنا نعملوا لها في الاقتصاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟ رجعه دائما وابدا انت اش مش تاخذ، انت اش مش نحيلك، أنا أنت إش مش نزيدك، وحتى الأطراف اللي خارج الترويكا مش نعيط لهم إيجا إش مش تاخذ نقاش على الوزارات، موش نقاش على البرنامج. ورجعنا من جديد المحصة الجانب اللي ما نش متفق عليه، وقت سي لطفي زيتون يقول على حساب حركة النهضة، معناها مش تنحي أشياء على حساب حركة النهضة. أنا في هو يقصد أنه كل الأحزاب تقيم في وزراء النهضة في ترويكا، ولكن لا أحد قيم وزراءه، بمعنى كلهم المؤتمر وتكتل يقولون نحب نحي وذاك نحيد ذاك، في حين لا أحد قيم وزراءه، يعني لا التكتل قيم التكتل. هذا صحيح بالمعنى هذا طبيعي جدا، يلزمنا نقيم وزارة التربية شنو اللي صار فيها، ويلزمنا نقيم وزارة أملاك الدولة شنو اللي صار فيها. أنت قلت أنه التصدع داخل ترويكا هو مجرد صراع جديد حول اقتسام الكراسي حمل هميمي، هل تعتقد انه حتى اليوم بعد ما التكتل المؤتمر وضح ورانا نحبوا تغيير نحبوا تحييد، مثلا التكتل لوزارة العدل اقترح اسامي مستقلة غازي الغرايري سمير العنيبي غيره، مازلت مصارع نفس الموقف؟ خاطر لهنا حاسين انهم معناتها يحكيوا في توجه انه بعث الثقة في الرأي العام. انا في بالنسبة للنقطة هذه معناتها كانك ظلمهم شوي. لا مانيش ظلمهم، تو شوفوا النتيجة. الخطر ثم حاجتين، انك مرات راهو اللي حسيت وانا في الترويكا اضغط على حركه النهضه وقدم شروط مرات باش تشوف انت روحك مش تاخذ على مستوى فهمت التحوير الوزاري هذا. وانا كان بيودي وانه رانا سمعنا
أولا قبل كل شيء رانا سمعنا من طرف المؤتمر ومن طرف التكتل تقييم للعمل الحكومي الساعة. أنا هني قاعد نتبع في القنوات التلفزية يشكروا راهو في الشيء اللي صار، سواء كان التكتل سواء كان حزب المؤتمر، ما همش قايمين بتقييم جدي العام واش منع تحكم على مستوى السياسي. كي تجي تشوف على مستوى مثلا الدستور، على مستوى الهيئات التعديلية، هذه على مستوى كذلك الاقتصادي الاجتماعي، يقول لك تقييمنا إيجابي أما ثم شوية نقائص. هذاك علاش أنا نرى وأنه ثم عملية اللي ما صارتش، هي راهي اللي عملها التكتب، اللي عملها المؤتمر، واللي عملتها النهضة اللي بعد عام واش من الحكم. راك إذا كنت تحب تعمل تحوير وزاري، قول علاش تحب تعملوا هالتحوير الوزاري هذا. هذا ايش يقتضي؟ يقتضي وانك وراه ما هوش عيب ان حكومه تقول راني فشلت. في بلدان اخرى تقول الحكومه راني فشلت وحتى اشتر فشلت وتمشي تستقيل، وربما في بعض الاحيان يا يعوضوا بحكومه اخرى يا مرات معناها ينجموا حتى يدعيوا معناها الانتخابات عامه. احنا التقييم هذا مازال ما صارش. مش بلدان معناتها هذه ما تصير، كان في معناتها فما بلدان تقول راني فشلت، معناتها هل نتوقع انه الحكومه تولي تحكي كارثه وكنا لا مش كارثه لا مش طبيعي انه رجل سياسي يهذب يقول لك فما نقائص، ما يقولش كنا فاشلين على طول. لكن خلينا نسمعوها النقائص، النقائص هذه ما ظبين نسمعوها وين؟ خي سامحني تو مثلا سي حمادي جبالي انا سمعت وكنهار في التصريحات مرات، ولا مرات نسمع رئيس الدوله، ومرات مرات ندوخ ونقول اخي في الحكم ولا في المعارضه، مرات اخي تلوم على روحك ولا تلوم على الناس. اخي اذا كان العمل نتاع الدستور مش قاعد يتقدم، اخي شكون عنده اغلبيه في المجلس التاسيسي؟ شكون قاعد يعرقل؟ شكون قاعد يحب يزلق فهمتي منها حاجات؟ الهيئات التعديليه شكون اللي عنده اغلبيه؟ الاقتصادي الاجتماعي شكون اللي عنده منها الاغلبيه وقاعد هو ياخذ في معناها القرارات؟ هذاك علاش راهي المساله هذه مربوطه انا في اعتقادي بمساله الحكومه هذه وقت اللي شدت الحكم والترك شد الحكم ما عندهاش رؤيه لمستقبل تونس، رؤيه عامه لمستقبل تونس، وما عندهاش برنامج مباشر الحلان المشاكل فهمتي نتاع التوانسه. ولهنا نحب ناكد على نقطه، التوانسه راهم كي عملوا ثوره، هالثوره دي راهي عندها مضمون. شو مضمونها بالنسبه لغالبيه معناها الشعب التونسي؟ الحريه ايه فكيناها، اما المضمون نتاعها راني حاجتي بالشغل، راني حاجتي بالصحة، راني حاجتي بالتعليم، راني حاجتي بنية أساسية، راني حاجتي بكياس، راني حاجتي بسبيطار. الشيء هذايا شو الشيء اللي قاعد صار فيه؟ التقييم ما هوش قاعد، وهذاك علاش نحن زادة حتى تو الانتقال الديمقراطي، شو مضمون تعمل الانتقال الديمقراطي اللي حاب تعمله أنت في المدة هذه؟ هاو الانتقال الديمقراطي معطل سياسيا، والدليل على ذلك اللي وليت نسمع في كلام البارح ولت البارح سمعته إذا كان الأمور مشتوفة راي الدستور والانتخابات شوف من هنا العام آخر ومرات حتى ذا مشكون يزيد معنا بعد عام، ثم تعطى على مستوى سياسي وعلى مستوى اقتصادي واجتماعي حدث معناها ولا معناها حرج المشاكل أكثر بكثير من الحلول. وبالتالي إذا كان اليوم مش نحب نحكو على الحكومة خلنا نعترفوا اللي ثم أزمة، نعترفوا نناقشوها، نحن ولاد بلاد ناقشوا اللي ثم ازمه. نحن في الجبهه معترفين في الجبهه الشعبيه ايش قلنا؟ قلنا الجبهه الشعبيه وقت قالت من الاول حكومه ازمه، وقت تقدمنا بالمقترح هذايا في المؤتمر الحواري عملوا اتحاد عام الشغل هم قاعدين يبالغوا حتى شيء مع جبههم، لكن هذا هو الواقع، الواقع اللي نشوف فيه شنو هو اليوم. ثم واقع بالفعل نتاع ازمه، ثم سي لطفي زيتون ظهر يستعمل في الاستقاله كلمه ازمه حكم. بالفعل ثم ازمه حكم. شو معناها ازمه حكم؟ معناها الاطراف الحاكمه ما هيش قاعده تتقدم في حلال المشاكل نتاع البلاد. الدستور، الهيئات التعديليه، الحريات، المشاكل نتاع نتاع العنف، الانتخابات الجايه معناها وقتاش، المحاسبه، الجرحى، الشهداء، والفقر والبطاله والتهميش معناها نتاع الجهات معناها الى اخره. هالقضايا الكل هذه ما قدرتش، ما نقولكش تحلها، انا ما نقولش انا قدرت تحلها، ما قدرتش على الاقل تحط ثنية الحلانها وتاخذ اجراءات في الاتجاه نتاع انها تخفف منها وتنقص معناها منها. هذا علاش نحن حكينا على ازمه وقلنا يلزمها بالحق حكومه ازمه.